مشكلة يا حجي، طلعت أخوكي كركبت الدنيا كركبة. بنته طول الوقت قال بخلتها، والظاهر عم يعبي براسها، والخانم جانن جنانها، وأنا من مين بدي استلقي لحتى استلقي؟ خير إن شاء الله خير. شو هذا الصوت؟ هذا من غرفة حنان، يمكن عم تسمع على شي غنية الله يهديها. أيوه، شو المسخرة هاي؟ لك حنان؟ طول بالك حجي. ولك العمى ضربك يخرب بيتك. لك ما بتستحي؟ ما بتخجل يا طالبة الجامعة؟ صوتها وصل لآخر بنايات. لك شبكي؟ ما بتستحي؟ ما لك مربية؟ بابا والله أنا آسفة، ما كنت بعرف الصوت عالي كل هالقد. آسفة؟ يخرب بيتك. لك صوتها وصل لسبع بنايات. كل الناس بتعرفنا هون، بيت البندقجي، ناس محتشمين، ناس مقدرين، حجي وحجية بالبيت، فاكرينه هون فاتحين. استغفر الله العظيم، كيف؟ يدعي عليك ولعنة البيت. لك يا بنتي كم مرة من الصباح عم بقول لك وطي هالصوت وطي هالصوت. ماما شو بكون شو بكون؟ شو عملنا؟ ما بدك الهالقد، كلها شقفة موسيقى. استغفر الله العظيم. الله يهديكي يا بنتي، الله يهديكي.